اذا السلام عليكم، في درس جديد مع كازاكو.com. في درس اليوم نشوفوا تحويل الوحدات الزمنيه. تحويل الوحدات الزمنيه باللغه الفرنسيه كنقولوا la conversion des unités temporelles. اذا في هذا الدرس نشوفوا النهار شحال فيه من ساعه. نشوفوا النهار يوم شحال فيه من ساعة؟ شحال نسميوها إكس ساعة؟ بزاف ما عرفناش شحال فيه من ساعة. اليوم شحال فيه من ساعة؟ نشوف الساعة شحال فيها من دقيقة؟ أخيرا نشوفو الدقيقة شحال فيها من ثانية. في الاخير نشوفوا اليوم شحال فيه من دقيقه، شحال فيه من ثانيه، والساعه شحال فيها من ثانيه. ومهم كاع داكشي اللي تقدروا تحولوه نشوفوه في هذا الفيديو ان شاء الله. اذا اول حاجه نعرفوها هي اليوم. واحد يوم كيساوي ليا 24 ساعه. اذا شديت في المكانه تلقاو 12 3 6 و9. مع 12 د الليل كيبدا نهار جديد. اذا في الاول عندي 3 سوايع، كتولي عندي 6 سوايع، 9 سوايع و12. 12 اللي كتكون فيه الشمس بزاف، هي 12 ديال الصباح فاش كتخرجوا من القسم، وديك الساعات كنكملوا الدور عاوتاني. 15 ساعه، 18 ساعه، 21 ساعه، 24 ساعه. اذا النهار فيه 24 ساعه. ثاني حاجة خصكم تعرفوها، ساعة فيها 60 دقيقة. 60 دقيقة فاش كتشدو كرونومتر، فاش كتشدو الساعة في التليفون بورطابل ديال والديكم ولا شي حاجة، كتلقاو على سبيل المثال الساعة 12:53. من بعد شات ولات هي 54 55 حتى توصل لتو 50. وديك الساعات ما كتبقاش 12، كتولي 13. 13 باللغة الفرنسية هي الوحدة العشية. واش كتلاحظوا ان كاين من 0 حتى 50 ديال الدقائق، يعني ساعة واحدة فيها 60 دقيقة. اذا المفهوم الاخر اللي عندنا هو واحد دقيقة، دقيقة واحدة نفس الحاجة، دقيقة واحدة فيها 60 ثانية. 60 ثانية. اذا دابا اللي بغينا نلخصو شي شنا، واحد يوم كيساوي 24 ساعة، واحد ساعة كتساوي 60 دقيقة، واحد دقيقة كتساوي 60 ثانية. دابا نلعبو واحد الألعاب أخرين باش نمارسو فيهم هادشي اللي تعلمنا. جوج الايام، يومين، شحال فيهم من ساعه؟ اذا 24 ساعه في نهار واحد، ولكن في شحال مره؟ في جوج مرات، يعني 48 ساعه. متفقين؟ الا قلت لكم اليوم شحال فيه من دقيقه، وشحال فيه من دقيقه، فوالا. اذا واحد يوم هي 24 ساعه، وهاد الساعه تقدر تخيلوها بحال واحد ساعه. 24 فوا واحد ساعة، مضربة في واحد ساعة. واحد ساعة شحال كتساوي؟ 60 دقيقة. إذا 24 في 60 دقيقة، دقيقة شحال كتساوي 24 في 60 دقيقة؟ إذا استعملوا كالكولاتريس ديالكم، عندكم 1200 زائد 240، يعني 1440 دقيقة. صافي. من بعد بغينا نعرفو اليوم شحال فيه من ثانية. إذا هاد 1440 نضربوها في 60، 60 ثانية اللي هي شحال تساوي؟ نستعملو دونك كالكولاتريس ديال ويندوز. 24 فوا نضربوها في 60،
نضرب في السين مرة أخرى، كعطيني 86400 ثانية. هاي 86400 ثانية، متفقين؟ إذن باش نختموا الدرس ديالنا، نشوفوا ساعة شحال فيها من ثانية. ساعة 60 دقيقة، دقيقة، دقيقة واحدة فيها 60 ثانية، يعني 60 في 60 ثانية اللي هي 3600 ثانية. ساعة واحدة فيها 3600 ثانية، تخيلوا معايا. إذن باش نلخصوا هادشي، شنا اليوم شنا أن أن جور يوم في 24 ساعة، شفنا ساعة فيها 60 دقيقة، اللغة الفرنسية الوحدات هما هادو، هادي اش بالنسبة للأوغ، مين بالنسبة للمينوت، جي بالنسبة للجوغ، وشنا اون مينوت دقيقة وحدة فيها 60 ثانية. عاد باش شنا تطبيقات، شنا يومين شحال فيهم من ساعة، عاد باش شنا نهار شحال فيه من دقيقة وشحال فيه من ثانية، وباش ختمنا الدرس ديالنا شفنا ساعة شحال فيها من ثانية. كنتمنى أن هاد الدرس نال إعجاب تاعكم، وإلى حلقة قادمة مع كازاكو.com إن شاء الله.